قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية صدر مثل ما قلت في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، هو نص قديم ولكن أدخلت إليه إضافات بموجب هذا التعديل الذي صدر في الجريدة الرسمية. أهمية أو أهم ما تضمنه هذا النص أو هذا القانون من جانب الوقاية، من جانب حمايتكم أيضا أنتم كصيادلة خواص؟ شكرا. حقيقة بعدما تم المصادقة على مشروع القانون 0418 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير شرعي بهما من طرف المجلس الشعبي الوطني وبعده مجلس الأمة، اليوم الأمس شهدنا نشر القانون 23.05 المعدل للقانون 0418 السابق ذكره، ونشر تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 32. إذن هذا القانون حقيقة أدخل بعض التعديلات على أحكام القانون 0418 الذي عمر طويلا ودام أكثر من 18 سنة دون تعديل ودون تغيير. هذه المرة رأى المشرع الجزائري أن يضفي على هذا القانون بعض الأحكام اللي ممكن تساير المرحلة الحالية اللي عرفت مؤخرا انتشار واسع للمؤثرات العقلية وسط الشباب وسط المجتمع، وأصبحت هذه الظاهرة تهدد فعلا المجتمع الجزائري في مكوناته الشبانية. أهم ما جاء في هذا القانون كما ذكرت أن المشرع الجزائري هذه المرة قام بالموازنة بين الجانب الوقائي والجانب الردعي، وهو الشيء اللي كان يفتقده القانون القديم. الجانب الوقائي أشرك فيه حاليا المشرع الجزائري كل فئات المجتمع من أئمة وأساتذة ومعلمين وصحفيين وصيادلة، كلهم مسؤولين على الجانب الوقائي للحد من انتشار هذه الآفة، وكذلك أعطى رسم استراتيجية وطنية للوقاية من صلاحيات الديوان الوطني لمكافحة الإدمان اللي أضفى المشرع الجزائري لدوره، يعني أعطاه صلاحيات واسعة في رسم استراتيجية وطنية متكاملة لمحاصرة هذه الآفة. ونحن كصيادلة كذلك نظرة المشرع الجزائري للصيدلي اختلفت في هذا القانون، أصبح يراه شريكا في الوقاية من المؤثرات العقلية، أصبح يراه فاعلا في الحد من انتشار هذه الأدوية الخطيرة وسط الشباب، وأعطاه كذلك حماية قانونية من الاعتداءات التي كان تطاله في السابق من طرف عصابات الإجرام من أجل الحصول على مؤثرات عقلية بدون يعني بطريقة غير مشروعة، وهذا يعني فخر لنا واعتبار لنا. كما أضيف لك فقط سيدي أن النقابة الوطنية للصيادين الخواص شاركت في إعداد هذا القانون. ممتاز. كنت سأسألك بين قوسين حول هذا الموضوع، أنتم كطرف فعال مثل ما قلنا حتى هذه الاستراتيجية الجديدة الجميع اشترك فيها، فعاليات المجتمع المدني الفاعلين أيضا في هذا القطاع، وأنتم طرف فاعل وقوة اقتراح أيضا لتحقيق نجاعة المطلوبة من خلال هذا النوع من النصوص القانونية. صحيح، وزارة العدل لم تقصر في هذا الشأن، أشركت جميع الفاعلين في مجال المؤثرات العقلية ومن بينهم نقابة الصيادلة الخواص التي تقدمت بسبعة اقتراحات تم اعتمادها كلها على مستوى اللجنة المشرفة على تعديل القانون 0418، والحمد لله يعني هذه الاقتراحات يعني ساهمت في إثراء هذا القانون الجديد. من بين الاقتراحات التي تقدمنا بها وهي ضرورة اعتماد التصنيف الوطني لبعض المواد كمؤثرات عقلية أو مخدرات أو سلائف، بعدما انتشرت مؤخرا بعض الأدوية الخطيرة مثل بريغابالين ترامادول تريكسيفينيدين التي لم تكن مصنفة في القانون القديم، الآن أصبحت تدخل ضمن أحكام القانون الجديد 23.05. كذلك فقط لتنوير الرأي العام دكتور مرغمي، وهي محطة فاصلة ومهمة في مضمون هذا القانون، كيف نفرق بين من يعالج، ونحن هنا نتحدث عن الأحكام التي تدخل في التدابير العلاجية، كيف نفرق هنا بين من يعالج عن طريق استخدام هذا النوع من الأدوية وبين المدمن، وكيف يمكن أن نحقق تلك الفعالية في الميدان من خلال التفريق بينهما
والهدف هو وضع حد للاتجار بالمؤثرات العقلية. نعم صحيح، هناك تدابير علاجية يعني للمدمنين، وهذه لم تكن متاحة في القانون السابق. طريقة التفريق ما بين المدمن وبين المريض المعالج هي يعني بسيطة جدا، هي الملف الطبي يعني الوصفة الطبية. المريض له ملف طبي كامل متكامل على مستوى الطبيب المعالج، أما المدمن فهو يقتني هذه الأدوية بطريقة غير مشروعة من السوق الموازية، وهذا الشيء اللي تصدى له هذا القانون الجديد. ولكن الشيء ممكن اللي جديد في هذا القانون أن المدمن حاليا لا ينظر له نظرة المجرم. المدمن الآن ينظر إليه المشرع كنظرة ضحية، ضحية هذه العصابات الإجرام التي تقوم بالمتاجرة، وبالتالي أعطاه أحكام يعني خاصة، وهي يعني ضرورة إخضاعه للعلاج، وهذا العلاج يكون بحكم قضائي، يعني يكون بحكم قضائي ضرورة إخضاعه للعلاج في مراكز خاصة لإزالة التسمم وإزالة الإدمان. وهذا حتى يعني يتم يعني إحاطة هذه الفئة وإرجاعها إلى المجتمع وتصحيح يعني ما كان يعني وتصحيح تلك الحالة التي كانوا عليها حالة الإدمان. أنت أشرت في البداية دكتور مرغمي أنه هذا النص الجديد للقانون، قانون مكافحة طبعا أو الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الاتجار بهما، تضمن جانب توعوي وقائي وجانب ردعي أيضا، وهنا نتحدث عن عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا في حق هؤلاء الذين يتاجرون أو يتورطون في هذا النوع من الترويج المؤثرات العقلية. تعتقد هنا التركيز إلى جانب العامل الوقائي، التركيز أيضا على الجانب الردعي بمثل هذا النوع من الأحكام، نتحدث عن 30 سنة، سيضع حد لانتشار خلينا نقوله، وسيعمل على حصر هذه الظاهرة انتشار المؤثرات العقلية. نعم، في المادة 17 من القانون المعدل يعني المشرع الجزائري أعطى عقوبات مشددة خاصة لبعض الفئات التي تستغل وظائفها للمتاجرة بهذه المواد الخطيرة بصفة غير مشرعة، والتي تسهل لها وظائفها عمليات المتاجرة بهذه المواد. نتحدث هنا أفهم من كلامك عن نوع من التواطؤ؟ نعم، هناك من يستغل للأسف الشديد وظيفته لتسهيل عمليات المتاجرة الغير شرعية بهذه المواد. وأظن أن المشرع في هذه الحالة أعطى عقوبات جد مشددة تصل إلى الحبس لمدة 30 سنة، وذكر بعض الفئات يعني ممكن بعض العاملين في مجال مكافحة النص واضح حتى العقلية. عندما عرضه وزير العدل الدكتور مرغمي 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي النص جد واضح. نعم، فقط أريد أن أضفي بعض الضوء أو بعض التوضيح، بعض التعديلات خاصة فيما يتعلق بالفهرس الوطني الرقمي. هذا الفهرس الوطني الرقمي للوصفات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أصبح من السهل تتبعها بموجب هذا الفهرس الوطني، وهذا سيقضي نهائيا على الوصفات الصورية، وصفات المزورة، والوصفات المتداولة بشكل غير قانوني. وهذا سيساهم بدون شك في محاصرة انتشار بعض المؤثرات العقلية التي كان يستغل عصابات الإجرام الوصفات الصورية، وصفات المحاباة، وصفات المزورة كذريعة لحيازة هذه الأدوية. نختم منك، كنت سأطرح هذا السؤال حول آلية أو الذهاب، حتمية الذهاب إلى الرقمنة في مسار تتبع استعمال هذا النوع من الأدوية مؤثرات العقلية. هل ستحقق الغاية المطلوبة إذا ما حققنا حقيقة رقمنة هذا القطاع من الطبيب الذي يوصف أو يقوم بمنح هذا النوع من الوصفات الطبية للمريض إلى غاية الصيدلي؟ ممكن تتبع ميداني حقيقي لتوزيع هذه الأدوية؟ نعم، أظن أن الرقمنة أصبحت مطلب كل القطاعات الوزارية، وأظن قطاع مثل
الأدوية، وكذلك الصحة يحتاج لمثل هكذا إجراء. فرقمنة الوصفات الطبية خاصة المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية سيساهم بتتبع هذه الوصفات ومعرفة المرضى وحاملي هذه الوصفات بدقة، ومعرفة كذلك كمية الأدوية التي بحوزة هذه الفئة، وهذا سيساهم بدون شك في محاصرة من يستغلون الوصفات الصورية والوصفات المزورة للحصول على هذه الأدوية. أظن أنه الفهرس الوطني الذي وضع تحت وصاية وزارة الصحة وسيسمح لكل المتدخلين في مجال المؤثرات العقلية بالاطلاع على هذا الفهرس الوطني، كل في مجال اختصاصه، سواء الجهات الأمنية أو الجهات القضائية أو مهني الصحة أو ممتاز. مصالح الجمارك، فهذا سيساهم بدون شك في محاصرة هذه الآفة. أشكرك جزيل الشكر، دائما تنورنا الدكتور كريم مرغمي نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، شكرا لك على هذه المداخلة.